احنا يعني بادئين من وضع او تسلمنا تركة تسلمنا باعتبار انا بنتمي الى هذه الثورة يعني وما بعدها رغم كل ما المشاكل اللي بنتكعبل فيها يعني انه في وضع اقتصادي صعب زي ما بقول اللي خلى الناس خرجت اساسا خلاصته ان الناس خرجت في الشوارع عايزة تغيير يعني وان دي تركة صعبة جدا ومش بس كده ده احنا كنا واصلين فعلا الوضع يعني متردي للغاية وبعدين عشان تقوم ده تحدي ضخم فما بال انه كمان هذا التحدي في ظل ثورة مضادة في الداخل طبعا حضرتك قلت اتكلمت على الاخوان القوة اللي كان القوة ده لسه بقى في الداخل كل القوة اللي كان لها مصالح متشابكة ويعني وعميقة في استمرار الآليات النظام على النحو اللي هو عليه واللي طبعا بتدافع عن ان الامور تظل بنفس الموضوع لان دي مصالحها يعني فالاتنين مع بعض ده ثورة مضادة حقيقية يعني واللي صورته العنف اللي احنا شايفينه وفي الارهاب وفي تحالفه بقى كمان مع الخارج وقوة اللي هي كانت مرتبة نفسها على انه المنطقة بتترتب بشكل معين ومصر بتقسم بشكل معين وانه الشعب المصري لما خرج مرة تانية في يونيو يعني في 30 يونيو عمل صفعة شديدة لكل هذا المشروع وفي إصرار على أنه يعني الخطة زي ما بيقولوا الخطة البديلة والخطة البديلة إصرار على كلام كل دي طبعا بتزود في عمق التحدي يعني والنقطة بقى التانية النقطة قصاد كل الكلام ده وأنا بدعي أنه احنا عندنا يعني مش عايز اقول النظام او الدولة او الحكومة الحكومات يعني اللي توالت كده تحس انه في كأن في انفصام في الشخصية كأن في قوتين بيشدوا كل واحدة في اتجاه في قوة مدركة كل المخاطر دي وعايزة تعمل تغيير مش بس عشان بناء انما عشان استقرار اجتماعي ومدركة انه الناس فعلا عايزة تغيير وبدعي ان هي بتحاول تعمل سياسات في هذه السكة وفي قوة اللي أنا بتصور أنها بتعكس الـ بشكل من الأشكال وجهات النظر اللي بتصب في مصلحة النظام اللي كان سائد والسياسات الاقتصادية اللي كانت سائدة وهي متحالفة بشدة مع المصالح اللي لها دور في ده وبتشد في اتجاه آخر وعشان كده بتلاقي أنه في سياسات تبان ضد بعض يعني مختلفة ان مش معقولة نفس الحكومة اللي بتعمل ده هي اللي بتعمل ده نفس الحكومة اللي نفس الدولة اللي بتعمل مشروعات إسكان اجتماعي اللي بتعمل زراعة مليون ونص فدان اللي بتعمل بالنسبة للتطوير العشوائيات اللي بتعمل مزارع سمكية اللي بتعمل طرق هي نفس اللي بتدخل لأول مرة حطة في ذهنها إنه مشروعات الصرف الصحي في القرى الفقيرة وبتحط استثمارات في الصحي هي نفس الدولة دي هي نفس الدولة دي اللي انت بتتعجب طب يعني ازاي تخفض الضرائب على الاغنياء وبدل ما يعني لما اتفرضت ضريبة استثنائية انه الضريبة كان معدلها 25% وكان فوقها 5% لفترة مؤقتة تسري لمدة 3 سنين بس ازاي تخفض ده كله ل 22.5 وتحط مقابله ضريبة على القيمة المضافة ترفع الاسعار